عدد كبير من الـ يعني المؤسسات الصغيرة الناشئة يعني لقينا عندها يعني إنتاج محلي، وراهم يمارسوا في النشاط نتاعهم، وراهم تلقاو يعني دعم وتمويل يعني من بعض يعني الوكالات يعني المالية، الوكالات يعني البنكية. هذه يعني الوكالات كان عندها يعني أثر إيجابي في مساعدة الشباب تاعنا في التمويل. اليوم هذا الصالون الهدف تاعو هو الترويج أولا لابتكارات قطاع التكوين، الشباب ومتمهنين ومتربسي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وكذلك فيه الهدف الثاني هو الترويج للدخول دورة سبتمبر المقبل من خلال يعني عرض اختصاصات جديدة اللي راح تكون إن شاء الله انطلاقا من شهر سبتمبر القادم. اليوم جبنا معنا بروجي تاع نظام سقي وتوزيع المياه أوتوماتيك، كيفاش نوزعوا المياه على أحياء، كيفاش نسقوا الحدائق أوتوماتيكية. تبادلنا معهم الأفكار، دينا عليهم أفكار ودوا علينا أفكار، ونتمنى من المشاريع هذه تاع الابتكار أنه تتبناها الشركات.